هو فنان وهذه ورشة عمله. نعم، كل هذه خردوات معدنية يستعملها لصنع قطع فنية رائعة. عندي ما ريكوبيريت غير الحديد نقدر نقولوا 10 طن ريكوبير بزاف سي ماجين بلوس دو 10 طن، نشريهم بالميزان وكاين حوايج وكاين يعني صحابي كاين اللي يمدولي وكاين كلكو ميكانيسيا كيف كيف يعطولي سينو حاجه واحده اخرى نشريها لا بريمير ماتير نشريها. سنعيش معه لحظات جميلة يحول فيها نفايات إلى تحف فنية. خيرنا واش راح نديرو، نديرو حاجة صغيرة راهم قدامهم صدين، حنا راح نبوليهم نقلهم كاع السديد نحيلهم السديد. هذه القطع الحديدية توحي له بشكل تحفة. ورشته مجهزة بالعتاد اللازم. قطعة المعدن بين يديه كأنها تستعيد الحياة، يمنحها الحجم المناسب والانحناءات المطلوبة. عندما تجهز الأجزاء يشرع في تلحيمها. نقدر نبدأ لاسويديرا. يبدو أن ملامح القطعة باتت واضحة. بدأت بانوي في رودو معوج إنسان كبير لا روتيول شوفي لا تيت تاعو خرجت واسوا ولي بي افيك دي تيج سامبل وراح نفينيوه كوم سي انسان كبير. هو شيخ طاعن في السن، هذا عكاز يتكئ عليه ثم يبتكر الشكل المناسب لحمولة يسندها على كتفه. لن تكتمل القطعة دون وضع اللمسات الأخيرة. يزيل عنها الصدأ المتراكم لتصبح جاهزة تماما. هذا هو فن الاسترجاع الصديق للبيئة. في الميساج تاعي توجور نقول لهم على لونفيرومون ما ترموش برك، البلاستيك نقدروا يتريكوبيري، الكاغط يقدر يتريكوبيري، علاش نخلوه نرمو برا كيما انا ريكوبيري في الحديد؟ الناس يدوا للدار بعد حوايج ب 6 مليون جوسكا 10 مليون حوايج، كاين دي بتيت بياس 200,000 150,000 الناس ديكوروا بيهم وفاش يعجبهم اكثر كيبقاو هكذاك ناتورال باينين بلي مرميين حاجة قدم. يغادر مرزوق الورشة تاركا خلفه تحفة خلقت من قممة. في المساء التقيناه هنا في معرضه الجديد بمركز تجاري بالعاصمة. الحق لهم ماشي هنايا بصح انا لو ميساج تاعي باش الناس يشوفوا كيما نقول لهم بالخردة بلا شوت اللي بقات في لوزين ولي ميكانيسيا ولا يشوفوا كيفاش راح يوليو كيما شفتوهم هنايا راهم تحف الناس هاي تدي للدار يتحف بهم الدار كاين دي ميروار دي بوجوار دي سكيتور وانا جامري بيان نديرها في بلاصه يعني تكون تاع ثقافه تاع بلاصه يعني فريمون وين الناس يعني كاع الناس يجيو يشوفوا. هذه تحفه المذهله بالخرده عانق الموسيقى وحمل راية الرياضة، صنع شخصيات أفلام سينمائية، بعث رسائل تدعو للعيش في بيئة نظيفة. خلف كل قطعة قصة. هذا الرجل خلص الطبيعة من عبء ثقيل. قد لا تكون ظروف عمله سهلة جدا، لكنه مصر على التحليق عاليا بحرفته الصديقة للبيئة.